على رجال داخل الزمان، واش انا غادي نبقى نعاود الهضره؟ غير تمرض، غير تمرض والله ما يبقى يديها فيك ولا يديها فيك. صافي الراجل. وانا ماشي راجل انا، اش عندك كتبربر؟ واش انا غنبقى نعاود الهضره؟ رجال داخل الزمان. كيفاش رجال داخل الزمان؟ هادو رجال داخل الزمان هادو. واش جيت الاول الزمان وقارنهم مع الدابا؟ اش عندك؟ كنعرف انا الراجل ملي كيسمع مراته مريضه كيديها للطبيب، ماشي انت اللي كنتي اللي كتبتو عليا. ايوا الحمد لله. شنو الحمد لله؟ انت ساكنه في الطبيب، ساكنه مالك؟ عن بني لك الدار في الطبيب ولا؟ تعطيوني شهادات السكنه. مرا ساكنه في الطبيب، راسي كيحرقني، كرشي كتحرقني، طاري كيحرقني، الترويض ما عادش غنتحماقني انا ولا؟ وشنو غادي نعمل لك؟ صحتي هذه خصني نجري على صحتي. انتينا تجري على صحتك وانا تخرج عليا ولا مالك؟ باش غادي نخرج عليك؟ انتينا غير تسمع الحسد الفلوس مصافي، بنادم ما خصوش يهدر معاك. انتينا انا الطبيب كامل رجعت كاي كيعرفوني. والحمد لله انتينا كسبتي واحد الشهرة. ديال الشهرة؟ حول ولا قوة الا بالله. شنو الشهرة هذي؟ بلا ديك الهضرة بزاف، نوض يلاه طلعني الطبيب دنسا. غنطلعك طبيب الحياة وانا انا ماشي دنسا. محمد بلا ما تبقى كطنطن عليا وتعصبني. كيفاش طبيب دنسا عاود؟ ياك لاباس اش مالك؟ مريضة كرشي كتحرقني، مصارن من داخل كيتشكوني. مشي شرب الخزامة ولا دهان بالزيت. وسالينا. أنا قاعد تيزيني أنا ولا؟ فيما تشوف عندي شي درهم يلاه للطبيب. واش غادي نعمل لك أنا؟ كيفاش غاتعمل؟ أنا مريضة خصني نمشي للطبيب. العهد الخزامة وديك الشي مشى. مشى مع مواليه. وتينا بوحدك اللي كتمرض في هاد الدنيا ولا؟ تينا ما كتمرضش. الناس تجوجوا باش يرتاحوا، وانا ملي تجوج وانا في الطبيب، ساكن في هذا الطبيب انا. ويلا قولوا لهم يعدلوا معايا واحد الكونترا. انتينا ما كانش خصك تجوج بيا، كان خصك الطبيب. تتبلع انتينا باش يفحصك كاملة. الله يعطينا وجهك. زعما هذا الدواء كحفظ ما هاد الدواء. ايام اللي كتكون المرأة صحيحة كتعجبكم بالحق، غير كتبقى تشكا شتيتو. اش غادي نعمل بيك انا؟ اش غادي نعمل بيك انا؟ انا رجعت ساكن في الطبيب. مرا دابا وساعة مريضة. مالك؟ كي مرض حد انتينا بوحدك اللي كي رزقك ربي بالماط ولا؟ ايوا انا نقول لك الله يجربك. اذا بغيتي نقولها لك بزاف نقولها لك ونقولها لك. انتينا المختبر ماشي المرض، هذا في كل نهار مرض جديد. مالك؟ وحد ما يمرض. وكتمرض غنتينا مالنا حنا ما كنمرطوشي. اي والله يرحمك. مالنا حنا ما كنمرطوشي، غنتينا بوحدك اللي كتمرض، غنتينا ولادك شي مطنبق شي مجروح شي ماشي للطبيب شي بالكراجل. مالكم اصاحبي؟ ميزانيه كبني سكنه انا يعني كليتوها لي غير الجوع. عرفتي واش الرجال كاملين بحالك؟ ما عرفتي؟ ماشي بحالي، ما كيديوش النساء ديالهم من الطبيب مره في العام على 3 سنين. تينا ساكنه على 2 خصك في الطبيب الخميس في الطبيب. الروبوت اذا الروبوت ما كيمرضوش. 4 مرات في السيمانه. مالك اصاحبي مالك؟ المنكر هذا. انا بعدا صدمتيني وخليتي لي ما نقول. انا اللي كتصدمني. لا انا اللي صدمتيني ماشي انتينا اللي مصدوم. دابا انا اللي مصدومه. المراه ملي كتكون صحيحه وفي صحه واعره مزيونه ياك ايوا عيش الحياه. عيش الحياه وداويني باش نعيش الحياه. خرج مع النساء ديالو انا فيما خارج ماشي من الطبيب، خارج زيد من الطبيب، خارج زيد من الفارماسيا. مالك؟ ميزانيه صاحبي الراميد وما فكنيش معاك انتينا، الراميد وما فكنيش معاك. عفيد الله كنا في بريطانيا ولا في اسبانيا ولا في هولندا الدواء باطل كيقوسو باطل. سي زيتيني دابا ساعة في الطبيب. واش كتهضر بصح؟ شني كنهضر بصح؟ دابا واش كتهضر بصح؟ وكنكذب عليك انا ولا؟ مالك اصاحبي؟ نوض طيب الزيت ودهن كرشيك وشرب الخزامة والصحتة. مالك؟ دهن بفليو وشرب فليو، مكتعرفش تعمل هادشي. فيما تنخصك شي حاجه الطبيب، الطبيب ما تما باينة كيقوز لك. تينا خاصك الراجل يكون الطب العام ولا مالك اصاحبي؟ وتزرفت قول لي وصافي. انا اللي تزرفت والله الا تزرفت وصافي. كان عليا كان عليا نختار كما قلتي. انا اللي مزرف دابا. لا تاع انا تزرفت. انت خرجوا يفوجوا وانا فيما تسمع خرجني ديني للطبيب، خرجني ديني للطبيب. لا بولانسيا يا انا ولا مالك؟ وهاز شنو وهاز؟ للرجال داخل السمان. دابا اش مالك؟
صافي بريت والله شافي الحمد لله. هذا هو الدواء ديالك. لله يا ربي ولي يطلب يطلب الصحه ديالو. اما الراجل والضل حرام ما تيقش فيه. الرجال ما فيهم ثقه، نقول لكم من هنايا راجل ما فيهش جد ثقه. صافي سالينا اخر مره. الرجال كاملين ما فيهمش الثقه. غنعمم على كل شيء انا ملي هذا كيهضر هايدا. الرجال ما فيهمش الثقه. صافي كنتي مزيانه هو مزيان، غير تمرض غير شتي الضو الضو اللي ما فيهاش الثقه. لا الحمد لله با مزيان وبخير. صافي علاش كتعمم على الرجال كاملين؟ ايه تبا راجل. لا بات ماشي راجل. حول ولا قوه الا بالله. المهم انا عممشي بالحق. الاغلبيه ديال الرجال زيرو اللي قالت نزيها زيرو على الشمال. كتعرفوه؟ ها؟ كتعرفوه؟ اه ايوا صافي صافي. انا ماشي منه. اه؟ انا ماشي منه. لا غير رجال. غير رجال اخرين. ايوا صافي. اه انتي نعاد تكون لي في الطبيب. مرا ساجله في الطبيب. دابا بيني وبينك قرب قرب. انا قريب غازي. دابا بيني وبينك. شنو هي؟ انتي كتقول هاد بصحة مسخوط. ديالاش؟ انتي كتهضر عليا بصح. انتي ناس ساكنة في الطبيب المرا. شوف بيني وبينك. كيسمعوناش؟ ما كيسمعوناش. قلت لك دابا انا صدمتيني بالكلام. حسيت بحال اللي كتقول لي داكشي بصح. حسيت بحال اللي كتقول لي داكشي بصح. ياه كنعبر. كتعبر اذا داكشي اللي كنتي كتقول بصح. دابا بيني وبينك شحال الدوايات شريت لك بيني وبينك. انت ما كتمرضش؟ انا ما كنمرضش. انا كنمرض كنشرب البصله، كنمرض كنعمل شي حاجه وقل الحمد لله. انت هنا عيقتي يا فاطمه الزهر. عيقت يا صاحبي. ومليش حاجه طبيعيه و شنو هي الطبيعيه؟ شري لي العسل. قال لك العسل حره مزيان ولا كتمستي؟ شي نقوز لك وما نشري لك شي العسل دابا. واه الحاجه اللي طبيعيه شتي؟ كيبيعوها براميل العسل. لا ها؟ لا والو. صافي غاليه. ياه. اه غاليه. شتي؟ لا والو. دابا غير قول لي شحال قلت لي؟ كتعبر بصح. دابا بيني وبينك. انا بقى فيا الحال. بيني وبينك. آه. شحال خطرات في الشهر كتمشي للطبيب؟ وغي دابا ملي وقعت لي هاد الحادثة. قلتي لنا دايما مريضة شهر على شهر. اللهم لك العود. الطبيب بالحبالة طهري كيحرقني، ها فيا الدا وخا الطونسيو خصني نفتح الشهية. أنا أنا شي نهار نفتح الباب وعنزي غنسمع فيك بيك الريسيتات ديالك. المنكر. الله يسمح لك. المهم إذا عبار ماشي مشكل. لا المهم اللي عملت لك المرأة مريضة. آه. داكشي اللي خصو يعمل. لا والله يشافيها مسكينة. حاولوا على الرجال شي حاجة صاحبي بزاف. الراجل كيجيب 70 80 درهم الطبيب. الطبيب عوضوا لي براكي من 16 درهم من مصدر الفروج تاع الشباب انتينا ولادك. قلت كان كيدار هايدا جاني الحرق في يدي حق. باقا شي دولي بران تما. ما ساقسيك ليلك. كم يونا هاد الدوا شي نهار غنمشي. جاتني الدوا تاع فرنسا ومشات. ما غداتك لا دوا فرنسا لا تسبتا لا المغرب. شوف بلا ما تعايرني الله يجعل البركة فهمني. خاي محمد شكرا. وصار هذا ما شريتيها تسمعو كيعايا مشرا لي لا دوا لا حتى حاجة. بارك الله هو هذا. لا يخطيك الراجل. امين ربي عليك. الله يشافيك الله يشافيك. ماشي مشكل الله يشافيك. امين. هذا الشيء اللي خصك غير يسمعونا الناس عاوتاني كنغاوتو الطبيب ما الطبيب. كنا غير كنضحكوا معاك. كنضحكوا صافي. الله يشافيكم الله يعافيكم الله يشافيكم. الناس مريضين بزاف هاد الايامات الله يشافيهم ويعافيهم. امين يا اللي عنده شي مرا مريضه مسكينه حتى هو يوقف معاها الله يشافيها حتى تمشي للمقابر وديك الساعه عمل ما بغيتي. والراجل هايداك عا صبر مع راجلك حتى تصيفط مول المقابر وديك الساعه عمل ما بغيتي. والله يخليكم ديما مجموعين. اللي عنده شي مرا يتهلا فيها واللي عنده شي راجل يتهلا فيه كاينه ولا لا؟ ساعه ساعه كنبدق المصداقيه وكنفقد الثقه. اللي كنسمع عينا صافي كنفقد. لا صراحه كنقلب ونشقلب بيه والله. لا الحمد لله الثقه كاينه كل شيء كاين. الله يشافي الاخت سميره. عرفتي اختي سميره اش غنقول لك؟ اقسم بالله كل ما كنعمل شي فيديو غادي ننزلو ما كيطلع. كنعمل لك فيه ديديكاس وكنقول لك ربي يشافيك اختي سميره بلجيك. ربي يشافيك ربي يعطيك صحه جديده. ديك الفيديو هذاك شي ثلاثة فيديوز كنذكروها ما كيكتبش كنذكروها شي جوج بعدا مسحاتهم من القاع حتى من الراس. كنمشي غير اخوتي غير نمسح الفيديوهات كيعمر لي. كنمشي غير نمسح الفيديوهات اللي ما صالحينش كنعطيهم الطق. كيكون عندي فيديو مصور كنمسحو. صحة وراحة. المهم اختي الله يشافيك والله يشافي جميع المسلمين. ديديكاس لك اختي سميرة من هنا من فنيدق حتى من بلجيك من عندك.
كنبغيك كنحماق عليك. المهم فديك الفيديو اللي كانت مسحنا كنا عملنا واحد ديكاس من واحد الاخ اللي الصراحه كان اثر فيا بزاف بزاف. رضوان اللي ماتت الام ديالو. تحيه الاخ رضوان والزوجه ديالو تبارك الله عليكم. قال لي عملي واحد ديكاس كبيره. ديكاس كبيره لفاطمه زهره. قال لي تحيه كبيره للناس عين توشطات. المهم هاد السيده هذا وقعت لي معها واحد الحاجه، الله يدخل الرحمه والمغفره على الوالده ديالو مسكينه. امين. توفات نهار عرفه وكانت من المحبين ديالنا بزاف، كنا كنعجبوها وكتفرج فينا. المهم كانت خصها تربط واحد العلاقه مي ما كتبش مسكينه، الله يدخل الحق. هاد السيد هذا قال لي انا حققت الامنيه الوالده ديالي. مسكين كيخدم في طنجه، نهار اللي مشى لعين توجدات كان جاب النمره ديالنا باش غادي نهضروا مع الام ديالو. نهار فاش وصل مسكين نهار عرفه قبل العيد الكبير كانت توفات الام ديالو. ومسكين دابا عيط لي وقال لي انا حققت الامنيه الوالده ديالي انني هضرت معكم. قال لي دعيو معها بالرحمه والمغفره، الله يرحمها ويوسع عليها الاخ رضوان، الله يرحم جميع المسلمين ان شاء الله. آمين. يا ربي والله يجعل مثواهم الجنه ان شاء الله. تحيه لكم مع عندي وياو تل عندكم وياو ياو. تحيه لكم وتحيه الناس ديالنا كاملين بارك الله فيكم وديما ياو ياو. شكرا. كنتعنقلكم اللي باقي ما اشتركش في القناه محمد ياو ياو يشترك في القناه محمد ياو ياو، عجبروها في اول تعليق غادي نخليها لكم، غنخليها لكم في صندوق الوصف. واللي باقي ما دخلش الانستغرام يدخلنا، عندي الناس اللي كتبغيني دخلنا عندي الانستغرام. واحد الحاجه اخرى، الناس اللي خصها ديديكاس سمحوا لي، يعني كاينين بزاف 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 الحق. دابا ان شاء الله غادي نعمل لكم ديديكاس في القناة محمد ياوياو. عملوا قناة محمد ياوياو، اللي بغى يوجه شي تحية للعائلة ديالو أو الأصدقاء ديالو ولا شي وحدة كيقول لها ماي لوب، دوز عندنا تمايا ونعملوا له تحية. وتحية للكم ولوليداتكم والعائلة، الله يجعل الحباب ديما يكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله يا ربي. تحية لكم الإخوان، دوزوا عند محمد ياوياو. سلامة. خليو لنا كومنتير اللي بغى توصل شي حاجة. المهم تحية ديك ساعتك غادي ننزلوها إن شاء الله يا ربي في القناة محمد ياو ياو. يلا سلام عليكم ديما ياو ياو.